معانا سندس من مصر، برحب بيك يا فندم، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك معلش انا كنت عايزه اسال سؤال. اتفضلي. ماشي. بقول لحضرتك انا كنت اشتريت حضرتك عربيه ميكروباص من معرض. ماشي يا ريت بس حضرتك توطي التلفزيون وتكلمينا من وطي التليفون. التلفزيون. ماشي. بس حضرتك انا اشتريت عربيه ميكروباص من معرض. تمام. ماشي يا فندم. فالمعرض مثلا العربيه عامله 253، ايوه. فانا اديت للمعرض 150,000، فاصبح عليا 103. فالمعرض قلت له في خلال شهرين هديك بقيه المبلغ، فحضرتك زود على 103 12,000 جنيه. تمام. فانا جيت سالت هل ده ربا؟ ففي ناس قالت لي لا ده مش ربا، فاشتريتها بناء ان هي مش ربا. ايوه. فبعد ما جبتها فانا شاكه ان ممكن يكون ده ربا، فانا عايزه اتاكد. قالوا لي طالما مش تبع بنك ما يبقاش ربا. عايزه اعرف ايه الفرق بين البنك وبين المعرض، وعايزه اعرف هل لو هي ربا طب طيب اعمل ايه؟ معلش السياره معلش دلوقتي يا مش فندم، شغاليها. دلوقتي الفرق ما بين البنك وما بين المعرض، انا سؤالي بس عشان الشيخ عصام لما اجي اسال السؤال يجاوبنا اجابه تنفع ويكون السؤال صح. دلوقتي الموضوع فيه فايده، الموضوع ان كان باقي عليك دين 103، الراجل لما انت قلتي له في خلال شهرين هسددهم قال لك في زياده 12,000 جنيه. تمام. ولما جيت سالت قبل ما اخدها قالوا لي ده مش ربع. سالت واحد لا شيخ هو كده مثلا فقال قال لي لك لا ده هو مش ده مثلا كان شرط جزائي وقال لك لو اتاخرت في الدفع هيبقى عليك شرط جزائي 12,000، ولا انت عشان هتتاخري شهرين زود دول فوائد؟ عشان حضرتك هتاخر شهرين. طيب تمام، بشكرك شكرا جزيلا على اتصالك. هي بتسال هل هناك فرق بين الفائده في المعرض او البنك؟ ما دام مش بنك وده معرض تبقى فايده ولا مش فايده، وده ربا ولا مش ربا. هو اتفقوا على ان هو 253,000 ده سعر الميكروباص اللي هي شاريه من المعرض، لما دفعت 150 بقى عليها 103، قالت للراجل اديني مهله شهرين وهدفعهم، قام مزود عليها 12,000 جنيه. ما ينفعش ده يبقى ربا شرعا. صح كده؟ القسط بقى قايل لك من الاول المج ده كاش ب 10 قسط ب 12. تمام. قبل ما انت بتشتري بتحدد لي كاش ولا قسط. قسط بقى وكام؟ ب 12 قسط. خلاص؟ طب اتاخرت قسط. أيوة. والله يبقى 12 ومليم، المليم ده لا يجوز شرعا، مش من حق صاحب اتفقنا معلش. الا غرامه التاخير دي وفيها خلاف بين الفقهاء. ايوه والراجح عشان كده برضه سالتها فقالت لا مش غرامه ولا شرط جزائي. لا ده مش منطق ولا يجوز شرعا. الفايده ما تقوليش اصلا ما في المعرض اشمعنى البنك الاثنين زي بعض. طيب. احمد زي الحاج احمد في الشرع. الربا في البنوك حرام او الفائده في البنوك حرام، والفوائد في التقسيط في المعارض حرام. طيب هي قالت لي جمله لازم التقسيط حلال سواء كان بنك او معرض. طيب. شرط ما يبقاش فيه فوائد. طيب هي قالت جمله ولازم انقلها برضه لحضرتك، بتقول انا لما اشتريته على انه ما فيهوش ربا، وكنت تمام. عارفه ان هو مش ربا. دلوقتي انا بسال عشان نستوضح، فهي دلوقتي هتكتشف بعد هذه الاجابه ان دوت ربا، فتعمل ايه؟ خلاص. ايه الحل؟ ما لا تتوقف عن الربا. تتوقف. تصر على انها تكمل المعامله حلال. بس. تمام. تصحح العقد. ايوه طيب جزاكم الله خير.